أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، وفيها إردوغان يلوح بالعملية العسكرية مجددا، وتحقيق استقصائي يكشف وصول الفوسفات السوري إلى أوروبا، وأخيرا روسيا تضرب الجنوب وتتقدم في الشرق. إذن يجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التذكير بالعملية العسكرية في سوريا. جديد الرئيس اليوم هو أن العملية العسكرية ستكون الأكبر في سوريا وأنها تحمل مفاجآت. إردوغان العائد لتوه من قمة الناتو يقول إن أنقرة ستتحرك بلغة يفهمها المجتمع الدولي، وهنا يبدو أن السجلات فتحت في مدريد وتهيأ المناخ السياسي للعملية. فقادة الناتو يبدو أنهم أخطروا بطبيعة التحرك التركي، إضافة إلى أن طهران وموسكو عبرتا سابقا عن تفهمهما للتحرك التركي المقبل في سوريا. يبدو اليوم أن صفحات العملية كتبت وبانتظار فهرسها الذي يحدده الرئيس التركي. في محورنا الثاني مشاهدين، يكشف تحقيق استقصائي لمجموعة من المنظمات والباحثين يكشف استيراد أوروبا للفوسفات السوري عبر شركات روسية متصلة بكبار رجال الأعمال الروس المقربين من الكرملين. يكشف التحقيق شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي تصدر الفوسفات من سوريا إلى دول أوروبية، وهنا يتساءل الجميع عن طبيعة العقوبات المفروضة على النظام في سوريا والثغرات الموجودة في تلك العقوبات التي تتيح لموسكو اللعب في الخلف. في محورنا الأخير، تواصل روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا، تضرب موسكو قلعة الأوكراني الأخيرة على البحر وتنسحب من جزيرة الثعبان. يقول الرئيس الروسي إن عمليتهم مستمرة وأنهم يواصلون التقدم في دونباس، في حين يؤكد بايدن أن الدعم الغربي سيزداد لكييف لمواجهة آلة الحرب الروسية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستشن عملية من أكبر العمليات التي ستنفذها في سوريا، مطالبا الجميع بالصبر وانتظار المفاجآت على حد وصفه. هذا وقال الرئيس التركي إن العملية ستنطلق بأية لحظة. نتابع المزيد في تقرير غياث محمد. بدأت تتوضح بعض معالم العملية العسكرية التركية في سوريا، وذلك بعد تصريح جديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان العائد لتوه من قمة الناتو. يقول أردوغان إن العملية ستكون من أكبر العمليات التي نفذتها تركيا، وإن العمل عليها سيكون بشكل تدريجي وستنفذ بالوقت المناسب، مضيفا أيضا بأن العملية العسكرية سيتفهمها المجتمع الدولي. تأتي التصريحات التركية الأخيرة بعد التفاهمات التي أجريت مع كل من فنلندا والسويد ضمن اجتماع الناتو الأخير، والذي ضمنت تركيا خلاله إيقاف أي دعم من البلدين لحزب العمال الكردستاني. ويبدو أن العملية التركية لن يطول الوقت حتى يسمع صوت الرصاصة الأولى فيها، ويبدو أن أردوغان ربما استطاع إقناع حلفائه في الناتو بأهمية العملية وضرورتها لتركيا ولحماية أمنها القومي، وهذا ما تبديه التصريحات الأخيرة. ويستشف من التصريحات أيضا بأن العملية ستكون على مراحل زمنية وجبهات متعددة، وربما تكون على امتداد جغرافي واسع، فأي مناطق ستستهدف العملية وما شكل التحرك الذي سيقدم عليه الأتراك في نهاية المطاف؟ تعد العملية المرتقبة الخامسة لأنقرة في سوريا، والتي مكنتها من إيجاد مناطق نفوذ وإبعاد تنظيمات تراها خطرا على أمنها القومي. واليوم يبدو أن أنقرة هيأت المناخ السياسي للعملية، والذي كان عقبة أمام تحركها.
وبات الأمر بانتظار قرار من الرئيس ليس إلا. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومعنا عبر سكايب الأستاذ ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومعنا من جنيف. ورحب بكما، وأبدأ معك دكتور سمير، ما هي اللغة التي يفهمها المجتمع الدولي التي قصدها الرئيس رجب طيب أردوغان؟ صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني كما تعرفين أنت أيضا منذ أسابيع ونحن نتحدث عن مسألة العملية من ناحية الحجم، التوقيت، المساحة، حدود هذه العملية، الأهداف، الأبعاد. ودائما القيادات السياسية التركية ركزت على أنه النقطة الأساسية أنه هذه العملية مرتبطة بإنشاء المنطقة الآمنة. الآن المصطلح المستخدم باستمرار من قبل القيادات السياسية التركية، طالما أنه نتحدث عن منطقة آمنة، فأنه طول الخط الحدودي. واليوم الرئيس رجب طيب أردوغان قال بشكل واضح أنه هذه العملية ستشمل هذا الممر، ما سماه هو الممر الآمن في تصريح اليوم. يعني يتحدث عن أكثر من منبج وتل رفعت كما كان يجب. هذا ما يبدو، ونحن قلنا هذا الكلام أكثر من مرة، يعني حسب يعني المصادر، التحليلات، التقديرات، الاتصالات وغيرها، وصلنا إلى استنتاج أنا أنه هذه العملية ستكون، كتبت هذا الكلام أكثر من مرة، ستكون مختلفة، مغيرة للعمليات التي نعرفها باستمرار، عملية خامسة مختلفة. حتى أنا في إحدى الكتابات في موقعكم هنا كتبت أنه هذه العملية قد تشمل منطقة القمشلي أيضا. لكن على الأرض لم نرى أي ترجمة عملية. الآن هذا التصريح لا يمكن فصله أيضا عن التطورات السياسية. طرحت سؤال مهم، هذه التطورات مرتبطة بالمحادثات، اللقاءات، الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة تحديدا. هل الآن في تحول في مواقف الأطراف المؤثرة في الملف السوري؟ يعني أنا وأنت رأينا مثلا تحول ربما نسبي في الموقف الإيراني الأخير، وزير الخارجية الإيراني من هنا قال أنهم يتفهمون تركيا. مخاوف صحيح ونتفهم، وقال تحدث عن نعم احتمال أن نرى عملية محدودة في شمال سوريا. هذه نقطة أولى. بعدين الآن في عنا الاتصال، القمة التركية الأمريكية الأخيرة، هذه أيضا ربما قد تحمل معها مفاجآت جديدة في الملف السوري على ضوء تصريح الرئيس أردوغان اليوم. باختصار النقطة الغامضة الآن هي الموقف الروسي كيف سيكون. هذا سأذهب إليه بعد قليل، لكن صحيح. يعني أود أن أستوضح منك نقطة تفضلت فيها، وهي أن العملية ستكون مختلفة. يعني حتى الرئيس أردوغان اليوم صحيح. قال أنه ستكون أكبر من سابقاتها. يعني ما الذي يجعلنا نذهب في هذا الاتجاه؟ يعني ما هو التفسير هذه الكلمة أن تكون مختلفة أو أكبر؟ كما قلت لك في البداية، العملية مرتبطة بإنشاء المنطقة الآمنة التي تريدها تركيا. المنطقة الآمنة تمتد على طول الحدود التركية السورية، يعني في الداخل السوري، المنطقة المحازية للحدود التركية. هذه البقعة الجغرافية الآن إذا كانت يعني هذه المعلومات اليوم بقراءة جديدة ستشمل كل المنطقة التي. ما الذي يجعلك دكتور تتوقع القامشلي أيضا؟ يعني لأنه هي جزء برأيي نقطة حدودية مهمة وجزء أساسي من النقاط التي ما زالت عالقة غامضة في المشهد السوري في شمال شرق سوريا بالنسبة لتركيا. النظام يعني؟ ليس فقط النظام، فيها أكثر من لاعب مؤثر. وأنقرة تعتبر أنه هذه الحالة في هذه المدينة تؤثر على حساباتها، مصالحها وأمنها. يعني منطقة القامشلي الآن بالنسبة لأنقرة، هذا التداخل، هذا التشابك، هذا صراع النفوذ في المدينة يؤثر بشكل أو بآخر على الطرح التركي، يتعارض مع الطرح التركي في موضوع تأمين الحدود السورية في المناطق المحازية للأراضي التركية. طيب أستاذ ناصر، بعد مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع السويد وفنلندا يعني برعاية الناتو كما شاهدنا، هل يمكن أن نتوقع أن البي دي بشكل أو بآخر أصبح في مرمى الناتو، أو أنه على الأقل هناك موافقة ضمنية بأنه لتركيا الحق في استهداف ما يهدد أمنها القومي، وهذا المصطلح الذي استخدم وقد يعني قال بعض المراقبين أنه هو يشبه مصطلح الإرهاب أو يعبر عنه، يعني يعبر عنه في توصيف تركيا للبي دي كجماعة إرهابية؟ نعم، تحياتي لكم وللضيف والمشاهدين. يعني يمكن أن يكون هذا الطرح صحيح إذا كان هذا التوجه خرج من بروكسل، من المفوضية الأوروبية أو من قيادة الناتو، ولكن ما جرى أتى في إطار دعني أقول
طردية أو جائزة طردية لتركيا من أجل أن توافق على انضمام فنلندا والسويد، أي أنها ليست قناعة لدى دول الناتو ولا الدول الأوروبية. أيضا السؤال التالي، هل البي واي دي أو المنظمات الإرهابية الكردية التي تصنف في هذا الإطار هل تعمل أو هل لها نفوذ فقط في فنلندا والسويد؟ أعتقد بأن الأمر مختلف، لأن لدينا ألمانيا، فرنسا، هناك دول كثيرة لديها نفوذ كبير هذه المنظمات التي تصنف إرهابيا، وبالتالي يجب أن يكون هناك قرار آخر أعتقد متبوع من هذا القرار حتى نقول بأن هناك تفهم للموقف التركي بشكل أو بآخر. ولكن ما جرى هو يعتبر جيد في دعني أقول تقنين أو محاصرة هذه المنظمات التي تصنف إرهابيا والتي تستفيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي. النقطة الثانية هي موقف الناتو الآن، هل هذا الموقف هو مؤقت فقط؟ يعني بمعنى بعد انضمام إتمام انضمام فنلندا والسويد هل سنشهد تغيير في موقف الناتو؟ أنا أعتقد بأن موقف الناتو لا يمكن الوثوق فيه، لا من قبل تركيا ولا من قبل أي دولة في الناتو حتى الدول الأوروبية، لأن تركيا تعرضت في السابق مثلا لسحب بطاريات أو صواريخ الباتريوت عندما كان لديها مشكلة الطائرة مع روسيا. مثلا دول مثل فرنسا، ألمانيا أيضا تعرضت لعدم حماية مصالحها من قبل الناتو، وبالتالي لا أعتقد بأن تركيا تثق في الناتو في هذا الإطار ولا الناتو سيكون له استراتيجية. يعني هو حتى الرئيس أردوغان قد عبر عن ذلك بصراحة، يعني في عدم الثقة أو التجارب المسبقة التي يعني تجعله ليس واثقا بشكل أو بآخر. أستاذ ناصر، يعني الخطوة التالية أو القرار الآخر الذي يمكن أن يجري اتخاذه لاحقا، هل تقصد به تصنيف البي واي دي كجماعة إرهابية؟ بما أنه البي كي كي مصنف لكن البي واي دي يعني كذراع يعني لا يعتبر إرهابيا في أوروبا وأمريكا. أعتقد أنه هذا ما يجب أن يحدث، لا نتحدث فقط عن البي واي دي بل نتحدث عن كل المنظمات الإرهابية في نفس الإطار. يعني بمعنى حتى وإن كان هناك تنظيم جديد أو البي واي دي غير من اسمه أو أصبح لديه تنظيم وليد وربما يتحايل على القوانين ويعود لممارسة هذه النشاطات، المسألة ليست في التنظيمات، المسألة في الاستراتيجية. يجب أن يكون هناك استراتيجية لمواجهة هذه التنظيمات التي تحمل أفكار راديكالية، التي تريد أن تنشئ أقاليم منفصلة سواء كان في سوريا أو في دول أخرى، التي لديها مشاريع متطرفة تتعارض مع مسألة الأكراد ومسألة الحق الكردي من عدمها وهذه الجدلية. هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن تحدث هنا في أوروبا وبالنسبة لدول الناتو، ولكن هذه مسألة شائكة. أعتقد أن البداية من هنا سنرى الآن، أنا أنتظر أن يتم انضمام فنلندا والسويد حتى أرى استراتيجية الناتو، ولكن موقف الولايات المتحدة لهذه الدول أو الدول الموجودة في الناتو، تركيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هذه الدول لا يمكن أن تثق في قيادة الناتو بأنها فعلا قيادة حقيقية إلا إذا قرر الناتو تغيير جلده بالأساس والتماهي مع المتغيرات الجديدة وأن يكون فعليا تحالف يضم كل أعضائه ويحمي مصالحه. طب إذا لم نتحدث عن موقف متكامل للناتو، هل يمكن القول أنه يعني قد أعطي الرئيس أردوغان بشكل أو بآخر يعني ضوءا أخضر للقيام بهذه العملية سواء من أمريكا أو حتى من دول أخرى أوروبية؟ بالتأكيد قطعا نعم، لأن هذه أنا أعتقد بأن الموقف الأمريكي هو الموقف الأهم. يعني الأوروبيين دائما هم معارضين مثل هذه العمليات أو مثل هذه التحركات، ولكنهم لا يملكون قوة ضغط على الأرض ما عدا بريطانيا مثلا على سبيل المثال. ولكن القمة مع الولايات المتحدة أعتقد بأنها أعطت لتركيا ما تريد بشكل أكبر مما كانت تطمح في العملية الأولى. يعني كنا نتحدث عن نقطة رفعت هذه المناطق التي تعتبر صغيرة مثلا في إطار الاستراتيجية الجديدة، وأيضا وهذا السؤال مهم يجب أن تكشفه الأيام القادمة، أعتقد هل سيكون هناك قرار دولي لإنشاء منطقة آمنة على طول الحدود، هذه الفرضية التي دائما ما كانت تطرح كل عدد من السنوات، بمعنى منطقة آمنة على طول الحدود السورية التركية بحماية دولية وتخلي المسؤولية التركية والعبء التركي في هذه المنطقة، أم هي عملية عسكرية بضوء أخضر في مناطق محدودة؟ أيضا سؤال آخر وهذا عفوا سريعا فقط، هو آلية أن الأحزاب الكردية تحول المناطق التي تسيطر عليها في سوريا إلى ما يشبه كردستان العراق وتسير في مشروع يشبه الانفصال، وما حدث من رفع الولايات المتحدة العقوبات عن الشركات التي تريد الاستثمار في هذه المناطق هو مؤشر لهذا الإطار. هل تغيرت هذه الاستراتيجية؟ يعني هنا هذا السؤال مهم أيضا. كنت أود أن أعرف ترجيحك في موضوع أن يكون هناك دعم دولي لمنطقة آمنة، يعني في محاولة لمساعدة تركيا في ذلك، هل ترجح أن يتخذ يعني المجتمع الدولي هذا الإجراء؟ يعني خاصة أنه نحن أمام مجتمع دولي يستجدي حتى الآن أن لا تقوم روسيا بالفيتو من أجل إدخال مساعدات إنسانية.
لا أعتقد ذلك، يعني هذا القرار يستوجب أن يكون هناك اتجاه آخر في إطار القناعة الدولية، ولكن إذا كانوا مجبرين قد يبررون موقفهم، يعني بمعنى أنهم سمحوا لتركيا في القيام بهذه العملية على اعتبار بأنها ستكون منطقة آمنة لحماية المدنيين وعدم تدفق اللاجئين، وهذه العبارات من أجل تبرير الموقف، ولكن دعم حقيقي لهذه المنطقة قد يكون مستقبلا ولكن في الوقت الحالي لا. طيب دكتور سمير أعود إليك، يعني كما قلنا أرجأنا يعني الحديث عن الموقف الروسي، يعني أود هنا أن أفهم الموقف الروسي في سياقين، يعني سياق أن يكون هناك بالفعل عملية تركية محتملة، وكان لافروف قد يعني قال صراحة أنه ليس لدى روسيا ربما مشكلة في ذلك، وأنهم يتفهمون يعني المخاوف التركية، والسياق الآخر موقفهم من هذا التفاهم الذي جرى مع الناتو وانضمام فنلندا والسويد، وما الذي يمكن أن يقوم به بوتين خاصة أنه هو يستعمل سوريا كصندوق رسائل عالمي. صحيح، الموقف الروسي برأيي مهم خصوصا في الجزء الذي يعني روسيا على الأرض ميدانيا في هذه العملية العسكرية، لأنه كما على ضوء ما قلنا قبل قليل هذه العملية إذن ستشمل غرب الفرات وشرق الفرات، يعني إذن شئنا أم أبينا لابد أن يكون لروسيا كلمتها في هذه العملية العسكرية. لأن في الموقف الروسي نعم مع لافروف ربما كان في تفهم واستعداد لفتح الطريق أيضا من الجانب الروسي أمام هذه العملية، لكن بعد قمة مدريد كيف سيكون الموقف الروسي مهم جدا. أنا وأنت سنرصد يعني دقيقة دقيقة كيف ستتعامل روسيا مع طرح العملية العسكرية. لماذا؟ لأنه أنا وأنت رأينا أيضا زاخاروفا كانت قبل يومين تقول لنا أنه لن تدعم روسيا هذه العملية، وهذا كان رسالة مباشرة لتركيا قبل غيرها، القيادة التركية موجودة في مدريد تناقش أكثر من مادة، وهذه المواد مسألة التوسعة الأطلسية تقلق الجانب الروسي. الآن الموقف الروسي مهم لماذا؟ لأنه سنعرف إذا كان في المرحلة المقبلة ستتبنى روسيا ما قالته القيادات السياسية التركية أنها ستواصل عملية الوساطة وستواصل عملية إيصال ملف إخراج ألف الأطنان من الحبوب من أوكرانيا إلى نقطة معينة. هل ستواصل روسيا هذا التنسيق مع تركيا فتح الطريق أمام تركيا؟ هو كان هناك تعهد تركي في ذلك. صحيح، يعني المقصود هنا إذا كانت روسيا قالت أنه هذه الوساطة التركية مستمرة في الملفين، فهذا يعني أنه نعم روسيا لن تذهب بمنحى تصعيدي مع تركيا، رغم أن تركيا جزء من صناعة البيان الختامي للقمة الأطلسية، رغم أنه هذا البيان دخل في نبرة استراتيجية جديدة مع روسيا وضعها الآن في نقطة استهداف، وتركيا جزء من هذا التحرك الأطلسي. يعني لا يمكن بعد الآن أن نقول لروسيا نقول لهم أننا سنعتمد سياسة متوازنة مع الأطراف كتركيا ويعني أن تقبل موسكو بهذا الطرح، لأنه نحن قلنا في قمة مدريد كثير من الجديد من الناحية الأمنية الاستراتيجية العسكرية على مستوى حلف شمال الأطلسي. نقطة أولى، يعني الموضوع الآن رهن بالموقف التركي مما يحدث في أوكرانيا وفي البحر الأسود وردة فعل روسيا على هذه. هل يمكن أن تغلق هذا الخط تركيا؟ اليوم السؤال هو أنه الذي سيغلق هذا الخط هو الموقف الروسي وليس الموقف التركي. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أنت سألتي قبل قليل موضوع الأطلسي، أنا برأيي المشكلة هي ليست مع الأطلسي في العملية العسكرية التركية بل مباشرة، وأتفق مع الأستاذ زهير هنا أنه الحوار لابد أن يكون تركي أمريكي، لأنه أيضا أمريكا لاعب مؤثر في موضوع قصد على الأرض. الأهم من كل ذلك الآن سيناريو من عندي جديد هذه المرة، أنه هل هذا النقاش صار في واكبه تفاهمات تركية أمريكية جديدة بحسم موضوع قصد ومسد ووحدات الحماية بشكل عام، يعني طرح جديد تصور جديد لا يفتح فقط الطريق أمام العملية العسكرية التركية بل أمام حسم موضوع قصد من الناحية السياسية. من لا يعني نطردها الآن، هذه من عندي كتصور معين فقط، سنرصد أنا وأنت في المرحلة المقبلة فقط، ربما بعد أيام سنلتقي مرة أخرى ونناقش تفاصيل أكثر حول هذا الطرح. لأن كيف وصلت أنا إلى هذه النقطة سأقول لك أيضا، لأنه إذا كان في تركيا مصرة على حسب موضوع قصد مع السويد وفنلندا فهذه الرسالة هي
غربية أوروبية، لا أعرف إذا كان الأستاذ زهير يتفق مع هذا الطرح، فهذه الرسالة هي غربية أطلسية أوروبية أيضا، يعني تركيا لها مشكلة الآن مع هذه العواصم في مسألة توصيف ودعم موضوع قسد ومسد. لذلك التفاهمات الجديدة ربما قد تكون تتقدم بهذا الاتجاه، يعني باختصار تفاهمات أمريكية روسية تركية أمريكية أيضا حول موضوع قسد وكيف سيتم إنهاء هذا الملف بشكل من الأشكال. قسد نقول باختصار أنهي يعني موضوع داعش، أيضا موضوع داعش عقبة أساسية دائما تلعبها قسد كورقة مهمة وواشنطن تفتح يعني الخلايا أمريكا. يجري تحريكها من مجموعة من الأطراف في سوريا ليس فقط قسد، وتظهر في الوقت المناسب كما نعرف. دكتور يعني هل تتوقع يعني تحركا روسيا مضادا لعملية عسكرية؟ يعني هناك قوات روسية بالقرب من منبج وتل رفعت، يعني هناك بعض التحليلات تقول أنه ممكن روسيا أن تنشر قواتها هناك لتقوم بإحراج تركيا، أنه أي تقدم نحن هنا نحن يعني موجودين، يعني حتى في القامشلي قد نشاهد سيناريو مشابه يعني تكثيفا للوجود العسكري. احتمال ان يكون في رسائل روسيه نعم، لكن لا اظن انه هذه الرسائل ستذهب بمرحلة المواجهه العسكريه الاصطدام المباشر بين القوات التركيه والقوات الروسيه، او حتى انا استبعد ايضا ان تكون هناك مواجهه بين القوات التركيه وقوات النظام. هذا سيكون كما قلت لك مرتبط بالقرار الروسي في الشق المتعلق بالجانب الروسي على الأرض. هل تفاهمات الآن نتائج قرارات مدريد ستغضب روسيا إلى درجة أنها ستذهب بمنحة إعادة أو مراجعة الكثير من العلاقات التي بنتها مع تركيا في الملف السوري وفي هذا الشق الذي نتحدث عنه؟ هل سيؤثر إيجابا أم سلبا بتقديرك بالملف السوري؟ أنا رأيي أن روسيا يعني فيما يخص وضع الناس في الشمال السوري، أنا أظن أن روسيا ستفتح الطريق أمام العملية ولن تعرقلها، لكن ستصر على أن تكون عملية مرتبطة بجزئية في سياسية أيضا متعاملة مع الملف السوري ككل. أنا لا أظن أن روسيا ستعرقل ملف المساعدات، تعتقد ستقوم بعرقلته لأنه أيضا متعلق بالموقف. هذه جزئية أيضا مهمة، نقطة أيضا في غاية الأهمية باختصار عارف أنني أطلت، أنه كل هذا النقاش أيضا سيكون مرتبط بأنه هل روسيا وصلت إلى قناعة أن تركيا لا تتحمل مسؤولية فتح الطريق أمام فنلندا والسويد في الالتحاق بحلف شمال الأطلسي تركيا جزء من تحالف قرر فتح الطريق، وأن تركيا لم تقدم أي ضمانة لروسيا في يوم من الأيام أنها ستعرقل أو ستعارض أو غير ذلك. حسم موضوع قسد كما قلت لك في إطار هذا السيناريو ينهي الكثير من العقد والعقبات أمام أكثر من لاعب إقليمي محلي مؤثر في الملف السوري. طيب أستاذ ناصر، يعني ناقشت معك موضوع قسد أو البي واي دي وإلى أي مدى يعني يمكن أن يكون هناك تطور يعني في اتجاه المنظور التركي نفسه بالنسبة للدول الأوروبية، لكن أضاف الدكتور سمير صالح ولا أدري إن كنت تتفق معه في هذه النقطة أنه قد يكون بالفعل هناك موقف أمريكي أوروبي مشترك، هل تتفق في هذه النقطة؟ يعني أتفق بشكل جزئي، الموقف الأمريكي الأوروبي المشترك هو مؤقت وآني نتيجة ظروف دولية وتغيرات دولية فرضت عليهم هذا الإطار، لم يكن في إطار قناعة لا في حماية حليف في الناتو ولا في إطار قناعة أيضا في حماية وحدة الأراضي السورية، يعني حتى لا تفهم أو لا يفهم الحديث بأننا ضد القضية الكردية أو حقوق الأكراد أيا كانت، ولكن عندما كنا نتحدث دائما منذ سنوات بأن هذه السياسة للأحزاب الكردية المتطرفة ستقود إلى ما يشبه إقليم كردستان في العراق، كانت هذه الفرضيات تقابل من الأوروبيين بأنها آليات وهمية أو واهمة، ولكن ما حدث على الأرض وما يحدث على الأرض الآن يقول بأننا نسير في هذا الطريق، وما فعلته الولايات المتحدة من تسليح ومن دعم ومن رفع للعقوبات ومن دعني أقول وضع خطوط حمراء بالنسبة للأطراف المتصارعة في هذا الإطار وضعت ذلك، وبالتالي يجب العمل، وأعتقد بأن هذه النقطة أيا كانت هذه الفرضية كما حدث عندما حاول إقليم كردستان العراق الاستقلال عن العراق اتحدت، أو دعني أقول حدث هناك تنسيق ما في المصالح بين إيران وتركيا وسوريا والعراق، نفس الأمر قد يحدث في هذا الإطار بين الفرقاء وبين المصالح الدولية، ولكن لا يمكن الوثوق أن هذه قناعة أوروبية يعني حتى بالحديث حقيقية عن تسليم أكثر عن إمكانية تسليم، يعني لا نعرف إن كانوا سيسلمونهم بالفعل، أكثر من 70 شخصية من البي كي كي مطلوبة لتركيا يعني في دولة أوروبية، يعني هذا الحديث غريب.
يعني هنا ستكون هذه القضية كيف ستحدث؟ هل سيكون لدينا آليات مطماطة من المحاكمات ومن المطالبات؟ يعني لا أعرف الإجراءات القضائية كيف ستكون في هذا الإطار، ولكن هي أعتقد خطوة نوعا ما حتى تعطي قناعة لهذه الأحزاب الكردية المتطرفة بأنها ورقة يتم اللعب فيها وطرحها متى أشاء من استخدمها في هذا الإطار. أشكرك شكرا جزيلا من جنيف، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ناصر زهير، وباقي معي إلى المحور الثاني من سوريا اليوم، وشكرا أيضا موصول لأستاذ العلاقات الدولية ضيف في الاستوديو دكتور سمير صالح. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحلقة.